السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عالم هبة. حبيت نذكركم أنه عندي قناة ثانية اسمها Everything with هبة، نتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس. فيها وصفات ممتازة لكم للبشرة والشعر والجسم والصحة العامة، وتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك. نترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت فضلا وليس أمرا. اليوم أخواتي راح نصنع مع بعض كريم حليب الأرز الكوري المبيض والمزيل للتجاعيد والمفتح للون والمزيل للتصبغات الجلدية والإسمرار الناتج عن الإهمال والبقع والكلف والتصبغات الناتجة عن الإهمال. يشد الوجه، يزيل الخطوط التعبيرية، يزيل أيضا علامات التقدم في السن، صالح للكبار والصغار. اتبعوني أخواتي خطوة خطوة في كيفية صنع كريم حليب الأرز وطريقة استعماله. نحتاج إلى الأرز، الرز العادي المتواجد عندك، الرز الأبيض العادي اللي نعمله في السلطات، 4 ملاعق من الأرز. نغسله بالماء ونقوم بتصفيته، نصفيه. ونضيف له 1/2 كوب من الحليب، 4 ملاعق أرز، 1/2 كوب من الحليب. ضعوه في الثلاجة، اتركوه ليلة كاملة يتخمر. أنا صنعته مسبقا، تركته ليلة كاملة لأصور لكم الفيديو. بعد مرور ليلة كاملة يصبح هكذا. نقوم بهرسه وطحنه في الخلاط الكهربائي. نقوم بتصفيته في قطعة قماش أو صفيه في أوراق كلينكس. قومي بغسلها وإزالة المادة الموجودة فيها وتجفيفها واستعمالها. نقوم بعزل القليل منه، نحتاجه فيما بعد، مقدار 3 ملاعق أو 4. أما الباقي نضعه في إناء خاص بالطهي ونضيف له 1 ملعقة من زيت الزيتون. صحيح أن زيت الزيتون لما يطبخ يفقد مكوناته لكن لا يفقد الترطيب، نحن نحتاجه في جعل الكريم لزج ولين على البشرة. 1 ملعقة من زيت الزيتون. نقوم بطبخه على نار قليلة حتى يتحول إلى كريم.
نأخذ مقدار 3 ملاعق كبيرة من هذا الخليط لنصنع الكريم، والباقي نتركه جانبا نحتاجه فيما بعد. نضيف له ملعقة من العسل، العسل الطبيعي الصافي الأصلي، ضروري يكون عسل أصلي. إذا كان غير متوفر عندك استغني عنه، إما أن نضع يعني عسل أصلي أو نستغنى عنه، يحبذ يكون موجود. في بعض الدول يمكن العسل يكون مغشوش، استغنوا عنه. نضيف ملعقة من جل الصبار، إذا كان متوفر عندك ضيفيه، إذا كان غير متوفر عندك استغني عنه، لكن اللي عندهم جل الصبار يستعملوه أو جل النبتة. نضيف ملعقة من الجليسيرين، الغليسيرين النباتي يباع في الصيدليات، إذا كان غير متوفر عندك استغني عنه أو استبدل بزيت اللوز الحلو. نقفل الكريم هذا جيدا، نخبئه في باب الثلاجة صالح للاستعمال لأسبوعين، وبعد ذلك اصنعي كمية جديدة. إذا أردت أن تستعمليه ككريم ليلي من الليل إلى الصباح، ادهنيه قبل النوم جيدا على الوجه، وفي الصباح اغسلي البشرة. نعمل مساج من الأسفل إلى الأعلى، مساج دائري. لتحريك الدورة الدموية وتدفق الدم والأكسجين إلى البشرة، مما يحفز تكوين مادة الكولاجين. نستمر في عمل المساج حتى تتشرب البشرة تماماً. الكريم اختفى. إذا انزعجتي من مذاق العسل الموجود فيه وأردت أن تستعمليه فقط كماسك، استعمليه مساء بعد تنظيف البشرة. طبقيه على الوجه كامل، حتى على دائرة العينين والرقبة، اليدين، بإمكانكم وضعه على الركب، على الأكوع. اتركيه لمدة ساعة كاملة واغسليه ورشي التونر بعد ذلك ورطبي. هذا فيما يخص الكريم. ننتقل الآن إلى كيفية صنع الماسك، إلى ماسك الحليب والأرز. بالنسبة للأخوات اللي متوفرة عندهم جل الألوفيرا، جل الصبار، يضيفون ملعقة لهذا الماسك. أما التي لا يتوفر عندها جل الصبار، جل الألوفيرا، تستغنى عنه. إما أنك تستعملي الماسك كما هو، أو تضيفي له الزيوت المناسبة لنوع بشرتك. أنا أفضل أن أضيف زيت اللوز الحلو. خبوه في الثلاجة واسحبوا منه في كل مرة تريدون صنع الماسك، مثلا مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع اصنعوا منه ماسك. امسكي القليل منه، نضعها في كف اليد هكذا، ونضيف لها الإضافات التي تناسب نوع بشرتنا، مثلا جل الصبار، مثلا زيت اللوز الحلو، مثلا أي نوع زيوت مناسبة لبشرتك، القليل من عصير الليمون، القليل من عصير الخيار، القليل من عصير الطماطم. ضيفي الإضافات المناسبة لك وطبقيه على الوجه كماسك. اتركيه لمدة نصف ساعة وأزيله. ننتقل الآن إلى هذاك حليب الأرز المصفى اللي عملناه في بداية الفيديو. اعتبريه تونر، هذا يعتبر تونر طبيعي. خبيه في ضعيه في قنينة في زجاجة وخبيه في الثلاجة ومسحي به البشرة يوميا، صالح للاستعمال لأسبوع. يوميا مسحي به البشرة كتونر طبيعي، تونر طبيعي.
مسحي به البشرة بقطنة. ونتركه لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة، ونمرر فوطة مبللة بماء دافي على الوجه، أو نغسل الوجه بالماء الدافي ونكرر العملية بالماء البارد ونرطب بعد ذلك. هذا التونر استعمله يوميا، صالح الاستعمال لأسبوع، وبعدها اصنعي كمية جديدة. هذه هي الوصفات أخواتي، عندنا كريم الأرز والحليب، وماسك الأرز والحليب، وتونر الأرز والحليب. هذه الوصفات صالحة للكبار والصغار، لجميع شرائح العمر، حتى للرجال صالحة. جربوها وداوموا عليها وكتبوا لي آراءكم في التعليقات.